وإمتى حددت العرس؟ حددناه للشهر الثالث، بس لازم تعمل العرس بعيد ميلاد خطيبتك. يعني قصدك الفرحة تصير فرحتين؟ لكن لا، لأنك راح تخليها تندم اليوم اللي انولدت فيه. بتكرهها فكيف مرته؟ الله يعينه والله. اليوم احلى يوم بحياتي. ليس حكيت مع ابوها لحبيبته طلبت ايده وسؤالك ابوها وافق؟ لكن لا، قال لي مستعيل اعطي بنتي لواحد كلب مثلك. وانت مبسوط؟ ايه، لانه خلص من بنت الزلطة. علاء الله وكيلك. بسيطة. ايه هو هون قدامي؟ ماشي ماشي، انا بتصرف. مع السلامة. تعال هون لشوف. غير امي شوفي ابني تحفظ لي رقم المعلق لانه غيرت رقمه. الله يسامحك يا امي، امي سطحتي من رقمي. بلي انا عزيزي. يا غلام هابي، سطحته من رقمي.